السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. النهاردة جايلكم فيديو جديد وروتين جديد وفيديو كده مختلف شوية. كنت قاعدة بقى لقيت الباب بيخبط، بفتح لقيت حماتي جاية تقضي معانا اليوم. هي لما بتيجي عندنا بتبقى قاعدة شوية عندي وشوية عند سيلفي وكده، فقلت لها هتتغدي معايا بقى. دخلت طبعا التلاجة عندي كانت فاضية تماما، وانتوا عارفين ده من الفيديو اللي فات قايل لكم ان كل حاجة عندي خلصت، والمفروض بقى مستنية احمد لما يجي علشان انزل اجيب الحاجات اللي ناقصة. سألتها ناكل ايه وكده، قلت لها اعمل سمك ولا اعمل حاجة تانية، يعني اقترحت عليها كده كذا اقتراح، قالت لي لا اعملي بانيه ومكرونة. فنزلت على طول كده جبت البانيه، كان عندي المكرونة، جبت البانيه وجبت طماطم كده وشوية حاجات هتشوفوها معايا دلوقتي من السوق، وطلعت على طول قلت هعمل الغدا كده وانا واقفة بلبسي. طبعا مفيش وقت مفيش وقت، فهعمل كده وانا واقفة زي ما انتوا شايفين. اول حاجة غسلت البانيه، وبعد كده بغسل ايدي كويس عشان ابدأ بقى ان انا احط الحاجات اللي بغسل بيها البانيه. بغسله بملح وليمون بس، وبسيبه بقى شوية في الملح والليمون ده كده يتغسل ويتنقع فيهم كويس، وبعد كده ببدأ بقى ان انا اشتغل فيه. انا البانيه بعمله بكذا تتبيلة، ما بعملهوش بتتبيلة واحدة يعني هي اللي بمشي عليها، لا بكذا طريقة بعمل البانيه. يمكن ما عملتوش معاكم على القناة غير مرة واحدة بس من ساعة ما فتحت القناة، دي كده تاني مرة هعمل معاكم فيها بانيه. يعني بصوا انا بحب الاكلة دي بس بصراحة ما بعملهاش كتير علشان احمد بيفضل دايما الخضار اكتر مع الرز وكده، فمش دايما بعمله. يعني قولوا لي بقى ايه رأيكم في لفة الطرحة النهاردة والدريس اللي انا لابساه ده؟ يعني بصوا انا عارفة انتوا بتهتموا بالتفاصيل وبتاخدوا بالكم من كل حاجة، فقولوا لي بقى رأيكم كده في لفة الطرحة. هي فيها اختلاف شوية عن التلبيسة اللي انا بلبسها او عن الطرح اللي انا بلفها، فاستنى رأيكم بقى تحت في الكومنتات عجبتكم ولا. انتوا طبعا شفتوا اول طلة كده في الفيديو فشفتوا الدرس والطرح. المهم تعالوا بقى اوريكم بحافظ على الخضار عندي ازاي، ممكن يقعد من اسبوعين لثلاثة او ازيد كمان في التلاجة ما يجرالوش اي حاجة. اول حاجة ما بغسلش اي خضار بدخله التلاجة علشان ما ياخدش مية ويبدأ يعمل رطوبة ويبدأ يبوظ معايا بسرعة. كده كده انا اللي بفتح التلاجة وانا اللي باخد منها اي خضار، فطبعا بكون عارفة ان الخضار ده مش مغسول، وعلى فكرة حتى لو مغسول وحطيته في التلاجة فبطلعه بغسله تاني، فما بغسلهوش اساسا علشان زي ما اقول لكم ما يبوظ بسرعة واحافظ عليه لاطول وقت ممكن يعني عندي في التلاجة. السر بقى كله في الاسترتش راب ده، بمسك كده الخضار الاول بقسمه مجموعات على قد استخدامي، بحيث ان انا لما بقفل كيس الاسترتش باجي مثلا لو باخد منه حاجه فبيتقطع كده، فما بيبقى زي ما اول مره اتقفل محكم قوي وكده ما يدخلش اي هواء للخضار. فبقسم عندي الخضار للمجموعات بغض النظر عن الطماطم اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، انا بحط مناديل في المنظم ده كده من تحت وبحط فيه الطماطم وبقفلها بستريتش راب، بس دي مش بقسمها يعني زي ما بعمل في الخضار كده زي ما انتوا شايفين للخيار، علشان دي بسحب منها بكميات اكتر والسحب بتاعها بيكون دايما عندي، يعني استخدامها كتير ما بتقعدش عندي. انما اي خضار بقعده في التلاجة زي كوسة، جزر، خيار كده، الفلفل اللي هو القرون الشطة الحامي الطويل ده، ده كله بحطه في استريتش راب كده مجموعات. يعني ممكن مثلا اعمل مجموعة 5 أو 6 حبات واروح جاية مقفلاهم، يعني بحيث على قد الاكل عندي على قد الاستخدام عندي اعملهم كده مجموعه واغلفهم كويس بالاسترتش راب، واروح جايه قافلاهم من الطرفين بتاعهم كويس قوي كده برمهم بحيث ان هم ما يخش لهمش اي هوا خالص. وعاوزاكم بقى تجربوا الطريقه دي في حفظ الخضار في التلاجة، وبجد بجد هتدعوا لي والله عليها، مفيش خضار هيبوظ عندكم تاني. بصوا بقى هنا كده انا طبعا شلت الحاجات اللي كانت محتاجه تخش في التلاجه قبل ما انزل، بقى كان عندي المواعين دي كنت غسلاها وسايباها بتتصفى حتى هي باينه اهو ان هي لسه منزله ميه وكده، فالحاجات اللي نشفت هشيلها طبعا، هي يعني كان بقى لها برده مده حلوه يعني كده بتتصفى فخلاص يعني نشفت، بس الفوطه بقى هي اللي عليها ميه ومحتاجه طبعا تتغسل. انا ما بحبش طول الوقت اطلع المصفه بتاعت ايكيا دي، لان لما بحطها بفضل اراكم في مواعين فيها وبحس ان هي خلاص يعني شويه وهتخرج عليا من الرخامه، فمش دايما بصفي فيها علشان بس مش كل شويه اقعد اغسل حبه مواعين بقى اروح جاي حطاهم يتصفوا فيها ويبقى القديم كده على الجديد، والاقي في الاخر عندي كوم مواعين عايز يترص في الاماكن بتاعته بعد ما اتصفى.
المهم هنا بقى كده طبعا انا بصور بالستاند اللي هو صغير ده، فعارفه ان الكادرات مش احسن حاجه وان الدنيا مش متظبطه قوي في التصوير، فطبعا حقكم عليا، انا يعني ما بكونش انا قبل منكم على فكره راضيه عن جوده الفيديو قوي. بس هعمل ايه بقى، مضطره لحد ما اجيب ستاند وكده، فبدور والله على حاجه نظيفه مش لاقيه ابدا حاجه جنبي، فهشوف بقى هطلب تاني ولا هعمل ايه. عايزه اقول لكم كمان ان الفيديو ده متصور معايا بقاله يومين، وعندي كده التليفون بتاعي الناس اللي معاها نفس التليفون اللي هو الفيفو في 23 ده بيبقى ليه وصله كده ملهوش مكان للسوكت بتاع الهاند فري او المايك، بتبقى فيه وصله الاول بتتحط وبعد كده بنركب فيها المايك او الهاند فري او الحاجه اللي انت عايزه تحطيها في التليفون. يعني الوصله دي بقى ضايعه مني، وبجد الفيديو كان معايا بقاله يومين مش عارفه اعمل ايه، وما جاتش في دماغي خالص الفكره اللي انا عاملاها دلوقتي ان انا انقل الفيديو بعد ما اعمله مثلا مونتاج وكده على التليفون القديم اللي هو كان معايا اللي هو الاوبو ده، واحط الصوت عليه في التليفون القديم. يعني الفكره جات لي عايزه اقول لكم بعد يومين محتاره ومش عارفه اعمل ايه، وبدور بصراحه كنت متضايقه جدا، كنت عماله ادور عليها في كل حته وقلبت الدنيا عليها حرفيا ما لقيتهاش. قلت بقى مش مشكله خلاص خير، هجيب واحده غيرها، بس يعني هحاول ان انا اجيب الاصلي بتاعت التليفون وكده علشان ما تبوظش الصوت معايا، وهمشي نفسي بقى كده زي ما انا ماشيه. عايزه اقول لكم والله العظيم كل حاجه واقفه يعني في طريقي من حتة التصوير، كل حاجة سبحان الله، بس يعني اكيد ربنا ليه حكمة في ده والحمد لله يعني على كل حاجة بتحصل. علشان انا كل ما احاول انتظم معاكم ملتزم كده في الفيديوهات واجي انزل يوم ويوم لازم والله تبقى في حاجة خارجة عن ارادتي وظروف كده بتحصل، يعني الله المستعان. المهم بقى كده انا فضيت كل حاجة عندي على الرخامتين ومسحتهم زي ما انتوا شفتوا معايا، ودخلت هنا على البوتاجاز اغسله قبل ما ابدا اعمل الاكل. طبعا انا هقلي دلوقتي وهطرطش وكل حاجه، وفي ناس هتقولي طب وانتي ليه غسلتي البوتاجاز الاول؟ انا زي ما انتم متعودين معايا الناس اللي متابعاني من زمان قوي ما بعرفش اعمل اي حاجه على البوتاجاز وهو مش نظيف، يعني لو واقفه كده اعمل فنجان قهوه ولا كوبايه شاي مش هعرف صدقوني غير وهو نظيف كده، واكيد في ناس كتير زيي مش انا لوحدي. المهم بقى هنا كده كنت خلاص خلصت كل حاجه في المطبخ، انا اصلا قبل ما انزل السوق كنت مخلصه المواعين، بس كان في زي ما بقول لكم الفينش اللي هو الاخير بتاع ان انا ارص المواعين بعد ما اتصفت، اشيل الحاجه اللي على البوتاجاز امسح البوتاجاز بس كده. فكنت مأجلاه يعني لحد ما الحق بقى اجيب الحاجه بتاعت السوق وبعد كده اطلع، قلت انجز وقت. جبت بقى هنا كده عندي الطماطم زي ما انتم شفتوا، انا طلعت القديم اللي كان عندي في التلاجة وحطيت مكانه الطماطم الجديده اللي انا كنت مشترياها، طماطم حمراء وجميله مش هتحتاج معايا صلصه ولا اي حاجه، وهتشوفوا دلوقتي احلى طريقه تعملوا بيها المكرونه، وجربوها برده ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا من الناس اللي ما بحبش احط بصل في المكرونه خالص، بحسه بيغير في طعمها كده وبيديها طعم غريب. المكرونه عندي اساسها الثوم، فبضرب كده الصلصه عندي بتاعه الطماطم، بجهز كده كميه حلوه على قد الاكله اللي انا هعملها او على قد المكرونه اللي انا هعملها. جبت بقى هنا كده حله عندي حطيتها على النار، وكنت مجهزه حوالي 4 أو 5 فصوص ثوم، بس الثوم عندي كان صغير شويه ف يعني كميه الثوم مش كبيره ولا حاجه. احطهم بقى كده في البتاعه بتاعه الثوم دي، وعلى فكره هي بتهدر ثوم برضو يعني مش بتنزله كله كويس مفروم، وبس بحبها ان هي بتفرم وبتطلع الزيت اللي فيه كده، فانا بحب الثوم يكون مفروم ناعم خالص كده اكنه مضروب في الكب. بس طبعا ال5 فصوص دول ما كانش هينفع اضربهم في الكبه، ما كانتش هتلف فيهم لان هم حاجه صغيره خالص يعني. فهرست بقى كده بالهرسه بتاعت الثوم دي، والناس اللي بتسالني نوعها كويس ولا ايه، كانت غاليه على فكره ما كانتش رخيصه، كنت جايباها من رنين، النوع بتاعها كان نظيف جدا، كنت جايباها من 3 سنين من وانا بشاور وكده، كانت عامله 80 جنيه، فكان سعرها يعني غالي ساعتها لان كانت بتتباع ب10 وب15 جنيه، بس بصراحه انواعها كانت رديئه مش زيها، لان انا جبت بتاعه الليمون عصره الليمون برضو شبهها كده، جبتها اللي هي من ام 15 كانت ب20 جنيه تقريبا، بس طبعا مفيش مقارنه خالص يعني. هنا بقى زي ما انتوا شفتوا كده بعد ما شوحت الثوم في الزيت نزلت عليه بعصير الطماطم عندي المضروب والمتصفي، وبس كده ما ضفتش صلصه وما ضفتش اي حاجه. لو عندك الطماطم مش حمراء قوي حطي معلقه صلصه جاهزه الاول مع التومه كده قبل ما تنزلي عندك بعصير الطماطم. جبت بقى هنا كده عندي البانيه، كنت طبعا غسلته وكنت صفيته كويس قوي، هضرب كده دلوقتي عليه بيضتين واحط لهم ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ.
دي طريقة من الطرق اللي انا بعمل بيها البانيه لما بكون مستعجلة ومعنديش وقت ان انا اتبل. طيب من الطرق التانية اللي انا بعمل بيها البانيه ان انا اتبله تتبيلة مية بصل، واحط له ملح وفلفل اسود واسيبه شوية كده يتبل في مية البصل، وبعد كده انزله في البيض، وبعد كده احطه في دقيق مثلا مع شوية نشا، وارجع احطه في البقسماط، وارجع اروح جاية سايباه في الفريزر شوية واروح جايه محمره. دي كده طريقه. الطريقه دي هتشوفوها بقى معايا خلال الفيديو. وفي طريقه تانية ان انا بتبله تتبيله صوصات الاول، لو هعمله مثلا مشوي احط له كاتشب، واحط له مثلا حبه مستردة، عندي احط له بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، شويه زيت. التتبيله دي برضو بتبقى حلوه قوي وبشوي وبيبقى طعمه حلو قوي. او ممكن زي التتبيله نفسها بالظبط، مفيش اي مشكله خالص، ترجعوا بقى تنزلوه في البيض وترجعوا تحطوه عندكم في البقسماط او الفيجيتار وتقلوه. بصوا بقى الطريقه اللي انا بعمل بيها الكفر بتاع البانيه ده، ما بيفكش ابدا وبيبقى كريسبي كده وطعمه حلو قوي. انا عندي اول حاجه انا حطيتها من العلبه ده عيش ناشف، عيش فينو ناشف، انا نشفته في الفرن ورحت جايه فرماه كده في الكبه او طحناه في الكبه يعني، وبقى شبه البقسماط كده. حطيت له بهارات وحطيته في العلبه دي، باخد منه بزود بيه الكميه عندي بتاعت الفيجيتور. جيت طلعت البقسماط بتاع ريتش باك ده، لقيت ان عندي مش محتاجاه اصلا، كده كده كنت هستخدمه، ورجعت قلت لا عشان ما افتحوش والكيس يبوظ على الفاضي او ممكن يسوس او حاجه، اخليه زي ما هو، كده كده انا عندي البقسماط اللي انا عاملاه. العيش ده برده كنت حاطه مع عليه بقسماط كان عندي برده، ونشفته مع العيش وطحنت الاثنين مع بعض وشلتهم زي ما بقول لكم كده في العلبه، وحطيت عليهم شويه توابل. طيب انا بقى دلوقتي ببننه بايه او عملت الكفر ازاي؟ حطيت شويه من العيش اللي هو الناشف اللي كان عندي في العلبه ده، او البقسماط بقى خلاص بقى اسمه بقسماط المطحون، حطيت عليهم كيس من الفيجيتار، حطيت شويه توابل، حطيت ملح، فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه كاري وتوابل فراخ وبس كده. دي البهارات اللي انا حطيتها، قلبتهم بقى كويس مع بعض، وبقيت باخد بقى من البانيه اللي هو في البيض واللبن وانزل عندي في الفيجيتار، وهشيلهم بقى، هتشوفهم دلوقتي لما يخلصوا خالص هشيلهم بقى في الفريزر شويه كده الكفر بتاعهم يمسك، وبعد كده هبدا ان انا اقليهم. انا ساعات بعمل الكفر ده مرتين يعني، بس بكون حاطه البيض واللبن في طبق لوحده، وارجع احطه زي ما بقول لكم في الدقيق والنشا، واحطه في البيض واللبن تاني، وارجع بقى اخر حاجه اديها له اللي هي البقسماط بالفيجيتار بالتتبيله الخلطه اللي انا عاملاها دي. برده بيبقى الكفر بتاعه اكبر واحسن، بيبقى مقرمش اكتر، بس زي ما بقول لكم ما كانش فيه وقت بصراحه. هنا بقى كده كنت جهزت حاجه السلطه بس النور قطع، فهكمل بقى السلطه مع نفسي عشان مش هعرف طبعا اصور والنور قطع. بصوا بقى عندي الفلفل الالوان ده كان بقاله بتاع ازيد من اسبوع في التلاجة، وزي ما بقول لكم كنت شايلاه بنفس الطريقه اللي انا شرحتها لكم في اول الفيديو، اكنه فريش، اكني لسه جايباه من السوق دلوقتي. الصلصه كانت قربت خلاص تتسبك وتنشف خالص، هي اتسبكت بس كانت قربت تنشف خالص، وكنت صفيت المكرونه وما كانش فاضل حاجه عندي بس غير السلطه. هعملها بقى وارجع معاكم دلوقتي نتبل الصلصة عندي. بصوا بقى انا هحط 2 مرقة من مرقة الدجاج، علشان كانت كمية الصلصة معايا كبيرة شوية، ممكن تحط واحدة بس على حسب ما بتحبوا يعني، بس انا بحب طعمها جدا في المكرونة. حطيت كمان الملح عندي وما بكتروش لان المرقة بتكون ملحة شوية. هنا رشة سكر بسيطة خالص علشان تعادل كده الحموضة بتاعت الصلصة. حطيت بقى كمون، هحط دلوقتي برضو كزبرة ناشفة، هحط فلفل اسود، بابريكا، وشطة حاجة بسيطة خالص علشان الصلصة ما تبقاش حامية قوي. ودي كده التوابل اللي انا بحطها للمكرونة. بصوا بتبقى احلى من اي توابل مكرونة تانية ممكن تجربوها، جميلة بجد وبتدي طعم حلو قوي قوي في المكرونة. والصلصة عندي انا بحبها تبقى ناشفة خالص كده، ما بحبهاش تبقى فيها مية علشان ما ترجعش كده المكرونة تبقى طرية قوي او المكرونة تشربها ولونها يفتح. هنا بقى جبت الطاسة اللي هقلي فيها الزيت، هي مش طاسة، هي صينية عادي سيراميك، بس انا حطيت فيها الزيت قبلها بيوم، كنت عاملة بطاطس وكبدة وكده، كنت محمرة ده مطرح البطاطس، الزيت نظيفة وزي الفل، فهقلي فيه ما فيهوش اي مشكلة خالص. حطيت بقى في الصينية دي علشان تاخد كمية معايا كبيرة شوية، لان الطاسات عندي صغيرة شوية، عايزة بصراحة اجيب اللي هو الووك ده بتاع الووك، طبعا عارفينه كلنا، بتاع الحاجات اللي هي زي الكبدة، الشاورما، الحاجات اللي هي بتحتاج مكان غويط شوية، وعايزة اجيب برضو طاسة كبيرة كده. بس شفت الاسعار بصراحة يعني حاجات مبالغ فيها قوي يا جماعة، الاسعار بقت بطقم حلل دلوقتي من الاطقم بتاعت زمان يعني.
فان شاء الله بقى كده هبقى اجيب طاسه كبيره تانية، لان الطاسه اللي عندي اتكسرت، اللي هي التيفال بتاع الجرانيت قصدي، بتاعه الطقم اللي هو الرصاصي ده، اليد بتاعتها اتكسرت، فبخاف بصراحه احطها على البوتاجاز وهي مكسوره كده، ما بقيتش برضو حابه اشوفها وهي شكلها مكسور كده. المهم بقى هنا انا بسوي البانيه، بنزله الاول بسخن الزيت كويس جدا جدا، وبنزله بتبقى النار عالية شوية، واول ما بنزله كده احس ان الكفر يعني قفش جوه البانيه كده، اروح جاية مهدية بقى النار علشان اللحم اللي جوه ده يستوي، ما نطلعش البانيه ني واخد لون من بره واللحم ذات نفسه بتاعه مش مستوي حلو. لا بحب اسويه على نار هادية كده، متوسطة، مش هادية قوي برضو، متوسطة كده، وبقعده كده في الزيت، طبعا ببقى واخدة بالي منه يعني ان هو ما ياخدش لون ويتلسع. حطيت بقى كده، ده كان تاني دور. عمال ما يستوي بقى كنت غرفت السلطة، وبحب جدا السلطة يبقى فيها كده الوان كتير، بتبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا، وعايزة اقولكم بتبقى مهضمة وحلوة جدا جنب الاكل، يعني الحاجات المفيدة قوي هي السلطة. بصوا بقى البانيه هنا كان خلاص، ده الدور التاني زي ما انتم شايفين كده بيستوي. في الوقت ده بقى كده هغرف المكرونة عندي وهحط دور كمان، بس بقى كنت هحط الاكل عشان بصراحة كنا مستعجلين وكنا جعانين. شوفوا بقى البانيه واخد لون حلو قوي كده ومفكش خالص في الزيت، والكفر بتاعه ماسك، وزي ما قلت لكم كده اعملوه بالطريقة دي هيعجبكم. واهم حاجة برضو في البانيه، ممكن تبقي عاملة الكفر بتاعه مظبوط وكل حاجة، بس التسوية عندك تكون غلط، تكون النار عندك واطية قوي، يكون الزيت اصلا عندك ما سخنش كويس، فكل دي حاجات بتخلي الكفر بتاع البانيه يفك. عشان اتسالت السؤال ده كتير قوي لما كنت عامله معاكم البانيه قبل كده، قلتولي ازاي بتطلعي الكفر بتاعه ماسك كده واحنا معانا الكفر بتاعنا بيفك من على البانيه وكده، فده سر من اسرار ان الكفر يكون ماسك، التسويه بتاعه البانيه برضو، غير ان انت بتعملي بقى الكفر مظبوط معاكي بالبيض ويعني وتحطي له كده، ممكن تعمليه مرتين او كده. لا التسويه برضو عليها عامل كبير جدا. هنا بقى كنت غرفت الاكل خلاص، وكان فيه بس دور بانيه كده على النار هطلعه بقى، وما كانش فيه غير حمايه وحماتي اللي بيتغدوا معايا وبس كده. ده كان الفيديو بتاعي، ما تنسوش لايك للفيديو مع